المدير الفني لفريق الداخلية اللي قدم أداء أكثر من رائع خلال مباريات الأسبوع الأول أمام فريق المقاولون العرب. كابتن علاء، واضح التركيز، واضح أن الموسم الماضي في ذهن كابتن علاء عبد العال وما حدث في نهاية الموسم مركز تركيز أكثر من رائع خلال هذا الدوري. الأول الحمد لله طبعا، يعني احنا خدنا بالنا من الدرس بتاع الموسم اللي فات، ورغم خروج اثنين لعيبة مهمين جدا من فريق الداخلية، البعض توقع يبقى فيه انهيار لفريق الداخلية، انما الحمد لله دعمنا صفوفنا بشكل كويس متميز، لعيبة صغيرة في السن. أدينا المباراة الأولى مع المقاولين العرب أداء كويس بنتيجة كويسة الحمد لله، فده حملنا مسؤولية زيادة، يعني بعد الأداء والنتيجة الكثير أشاد بأداء فريق الداخلية وبالنتيجة، فأنا فهمت اللعيبة إن ده هيحملنا مسؤولية زيادة، إن إحنا لازم ما نقلش عن الشكل اللي إحنا ظهرنا بيه في المباراة الأولى. يا كابتن، رغم الفوز ورغم الأداء ورغم الإشادة، إلا أن كان هناك بوبا رجع مرة أخرى في هذا اللقاء، رجع أحمد صديق النهاردة موجود، في تغييرات رغم الأداء والنتيجة. هو بوبا موجود، كان موجود في ال 18 المباراه اللي فاتت، احمد صديق اللي كان بره رجع النهارده، يعني الحمد لله ان انا الجميل السنه دي ان انا عندي اللي موجود في الملعب كويس، وعندي الدكه كويسه تقدر تسعفني في اي وقت المباراه. يمكن خسرنا النهارده عبد العزيز موسى اللي طرد المباراه اللي فاتت، خسرنا احمد اشرف اللي كان بادئ المباراه اللي فاتت، عنده قطع في الغضروف الخارجي هيغيب حوالي 3 اسابيع، انما الحمد لله البديل موجود في محمد جمال النهارده، دخل مكان محمد اشرف اللي هو الشيء الملقب ابو تريكه الصغير، ده دخل النهارده في ال 18. ان شاء الله باذن الله يعني نقدم مباراه كويسه الاول، ومباراه طريق بالفريقين الحرس الحدود الداخليه والفائز ربنا يكرمه ان شاء الله. الحرس تعادل مع انبي بهدفين مقابل هدفين، وفوز لفريق الداخليه، اخر كلمتين قلتهم لفريقتك قبل نزول ارض الملعب؟ لا يعني فهمتون المباراه مش سهله، وان احنا فرصه ان احنا ممكن نكسب تاني النهارده ان شاء الله، ومكسبنا النهارده بيعي اشياء كثيره جدا، ان انت بتوصل للنص سته تحتيك فرق كثيره، مش عايزين نوصل للي احنا وصلنا له الموسم اللي فات ان احنا نستنى على اخر 3 اسابيع او اسبوعين، فان شاء الله ربي يقدم مباراه كويسه وتبقى النتيجه في صالحنا باذن الله. بالتوفيق يا كابتن علاء، شكرا لك يا كابتن، شكرا. اذا دي كانت لقاءاتنا من هنا من استاد حرس الحدود بالماكس، اعود الى زميل احمد جمال واستاد. Thank you.